واحد كاب موبايله، اقول كل واحد كاب موبايله مكمل. يعني موبايل جاي صورن دي شاب كبر شاب كبر شاب كبر شاب كبر تعجل من هذا تعجل اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا اليوم في البيت صرفته مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا بيت العام ابو نجاح الله يطيل بعمره ويحفظه، واحنا اليوم ضيافته في محافظة صابل ناحية الشومل قضاله ناحية الشومل زين ما اخطأت بها. وهي طبعا من صلة الارحام، صلة الارحام انها تطيل من العمر اللي الله سبحانه وتعالى يريد يطيل بعمره او يدفع البلاء، فعليه بصلة الرحم لانه صلة الرحم تطيل من العمر. كائن من يكون طويل العمر، الله سبحانه وتعالى يطيل في عمر هذا الشخص عندما يواصل مع رحمه. هسه يجي واحد يقول اذا رحمي مثلا اذا رحمي مو خوش انسان مو حمينا نريد نواصل. طبعا اولا احنا نريدك تواصل اللي هو مقطوع معه الرحم، تواصل اللي مقطوع ويا الرحم. ليش تواصل هذا مقطوع الرحم؟ لانه الثواب يقع هنا، يقع الثواب في مقطوع رحم. اما اللي انت يوميه يمه ايضا صله رحم، لكن صله الرحم مع المقطوع اللي زعلان عنك. انا سمعت اكثر من معمم شي يقول لا اللي مقطوع اللي هو ما يريد يواصلك وما يحترمك وما يريدك اقاطع. لا بالعكس، لابد عليك ان تؤول اواصل بين صله الارحام، فانها تطيل من العمر. صله الرحم تطيل من العمر. فانتم شكوا واحد عندكم هسه الحمد لله اشكر ونجاح ما زعلان انا ولا خواتنا اللي موجودات بالبيت، لكن اوصي جميع الناس اللي عنده زعل مع صله ارحامه فعليه ان يواصل ويقوي الاواصر بينه وبين تلك الارحام حتى الله سبحانه وتعالى يطيل في عمره، يطيل في عمره. صله الارحام تدفع البلاء. لا تنسونا بافضل دعائكم.